ولمزيد من المتابعة والتفاصيل أكثر معنا مراسلنا مراسل أونلاين فينا مكرم معنا من محافظة الأسكندرية. يعني هذه هي الأيام التي تشهد أسبوع الجذور مرة ثانية. مينا إليك التفاصيل من عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الأسكندرية والحديث عن هذه العلاقات فيما بين مصر وقبرص واليونان. نعم لبنى، اليوم تختتم فعاليات إحياء الجذور أسبوع الجاليات في مدينة الأسكندرية لتستكمل هذه الفعاليات أو تستكمل هذه الفعاليات في القاهرة، حيث من المقرر أن يزور الوفد القبرصي اليوناني صباح الغد منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، ومن ثم يوم السبت ينطلق إلى مدينة السلام مدينة شرم الشيخ لزيارة خاصة لدير سانت كاترين، وهو أحد أهم وأبرز أيضا الأثار والكنائس الأثرية التي تعود إلى القرون الميلادية الأولى التابعة للبطريركية اليونانية الأرثوذكسية في مصر. كما ذكرت لبنى، هذا اليوم شهد عدد من الزيارات التفقدية والجولات السياحية التي قام بها أعضاء الوفد اليوناني والقبرصي في مدينة الأسكندرية. بدأوا صباحا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كان في استقبالهم نائب رئيس الأكاديمية، زاروا عدد كبير من المراكز الهامة كالقبة السماوية وعدد من الفصول الخاصة بالطلبة هناك، ومن بعدها انتقلوا لزيارة دير سان سابا، وهو أحد الأديرة القديمة التابعة لبطريركية اليونان الأرثوذكس في الأسكندرية، والتقطوا الصور التذكارية وأشادوا بمستوى التنظيم وحفاوة الاستقبال. ومن بعدها أيضا قاموا بزيارة منزل الشاعر اليوناني كفافيس، وهو يعتبر منزله متحفا اليوم في محافظة الأسكندرية بالقرب جدا من كنيسة سان سابا أو دير سان سابا في منطقة محطة الرمل. تجولوا في هذا المنزل، منزل الشاعر اليوناني الكبير الذي عاش في الأسكندرية لسنوات طويلة، والتقطوا الصور التذكارية لتختتم هذه الجولة بهذه الفعاليات على أن يتم استكمالها كما ذكرنا في القاهرة غدا لزيارة الأهرامات بالجيزة، ومن بعدها زيارة دير سانت كاترين. جدير بالذكر أن هذه الجولة كما ذكرت لبنى تأتي في إطار إحياء الجذور القبرصية اليونانية مع الجانب المصري، وإعادة إحياء الجذور للأجداد الذين عاشوا مطلع القرن العشرين. بالأمس كان هناك أيضا زيارة لهذا الوفد للمربع اليوناني، وهو أحد أشهر الأماكن الخاصة بالجالية اليونانية والقبرصية في الأسكندرية، يتواجد بها عدد كبير من المراكز الخاصة سواء المدارس التعليمية التي تلقى فيها الأجداد والأبناء أيضا دراستهم الأولى في هذه المدارس، فضلا أيضا عن الجمعية اليونانية والنادي الخاص بالجالية اليونانية، وأيضا ملجأ وبيت أو دار للمسنين. كل هذه الأماكن تجول بها أعضاء الوفد بكثير من الشوق والحنين، وهم يتذكرون هذه الأيام التي مرت على أجدادهم ومرت على كثير منهم من ولد بالفعل في الأسكندرية أو في عدد من محافظات مصر قبل أن ينتقلوا إلى اليونان وقبرص، ويعودوا اليوم لزيارة هذه الأماكن الهامة بالنسبة لهم وإعادة إحياء جذورهم. إذن هو نعم يعني إذن هو تناغم ثقافي اجتماعي يضرب في عمق تاريخ يجمع مصر وقبرص واليونان. نشكر مراسل أونلاين مينا مكرم كان معنا من محافظة الأسكندرية، نشكرك جزيل الشكر.